يحاول اللاعب هنيد استعداد الرأسية والكرة في العارضة لم تكن محدودة تونس ضاعت منك الفرصة يا بن سالم بن سالم بضربة رأسية والكرة سدت العارضة يا فرصة تونسية ضائعة يا فرصة ضائعة تونسية التمرير من اللاعب هنيد تمرير ممتاز ضربة رأسية والكرة حكاية بين التونسيين والنيجيريين في هذا اللقاء والكرة ملعوبة من طلع بن سالم والكرة في الركنية سجل يا تونس سجل يا تونس رابع سجل يا تونس سجل يا تونس دك الشباك هز الشباك ان شاء الله هدف ثالث والكرة تونسية بن سالم يحاول بن سالم الى الامام الكرة التونسية للمنتخب التونسي الجارة تونس تفوز بالمباراة تصل الى النهائي وتفوز باللقب في الاخير اقول على اللاعب عثمان الكرة لاعب بن سالم رجع الكرة يردها إلى اليسار الملعب العربي الكرة مع أصدقاء لاعب بن هنيد إلى اللاعب بن سالم